زمان كنا متعودين ان اي اتنين متزوجين او مرتبطين لما بيتخانقوا بيكون في بروتوكول كده اسري، الناس تلجأ للاهل او تلجأ للاقارب، يعملوا قعدات اسريه يتكلموا في المشاكل. كان في فكره الاصول وفكره العرف والتقاليد في معالجه المشكلات. النهارده بدانا نلاقي انه اسرار البيوت هي مفتوحه على السوشيال ميديا، البعض مع وبيقول انه وسيلة من وسائل يعني تشارك الخبرات، تشارك القصص والحكايات والحصول على النصائح من ناس مختلفة، والبعض الآخر بيشوف ان دي أسرع وأسهل وسيلة لخراب ودمار البيوت. يا ترى ايه الصح في موضوع جروبات الفضفضة اللي بقينا نلاقي عليها قصص ولا أغرب من الخيال، وقصص جوه البيوت وجوه البيبان المغلقة؟ ايه حكاية وايه اللي بيحصل بالظبط؟ فقرتنا النهارده مع الدكتور طارق الياس، استشاري مهارات اسريه وتعديل سلوك. اهلا وسهلا. اهلا بك. والاستاذه عبير سليمان، الباحثه في شؤون المراه ومدير مركز ضد التمييز. اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي لك يا استاذه هبه. طيب نبدا اولا بفكره الفضفضه. في الاساس هل هي فكره صح او غلط فيما يتعلق دكتور طارق بالمشاكل والخلافات الاسريه؟ هل انت مع الفكره دي ولا لا؟ خليني بس اوضح لحضرتك ان الفضفضه ليها شكلين. الشكل الأول هو إن الإنسان ينطلق بلا حدود، وبالتالي كل حاجة هو ما عندوش أي ضوابط وما فيش فرمالة عنده. يعني أول ما يبتدي يتكلم يجيب كل ما هو خاص قبل العام، وبالتالي هو ما يقدرش يميز بينهم. يعني ما يقدرش يفصل بين الخصوصية وبين العمومية. أحيانا كنا بنيجي نعاتب الطفل ونقول له لما يجينا ضيوف ما تجيش انت تقعد. ليه بقى؟ لانه ممكن يحكي مشاكل البيت كله قدام الضيوف. ماما وبابا اتخانقوا وحصل كذا وقالوا لبعض كذا بس ده غصب عنه بقى. ليه؟ لانه مش ناضج ومش مدرك. ده الجانب اللي انا بقصده بقى، انه الا تكون الفضفضه بهذا الشكل. لكن في فضفضه بقى من نوع تاني بيعملها حد بيختار اللي يقوله، وده مش بيفضفض. ده بيحاول انه يفضي شحنه من البطاريه اللي عنده بس، وفي التوقيت اللي هو عايزه. ولما بيجي يحكي ما بيحكيش الحكايه كامله، بيحكيها ناقصه. ولما بيجي عند مكان عارف انه هيبقى فيه احراج ليه او حد قد يهاجمه لو قاله ما يقولوش. طب ما هنا كده هو ما استفادش برضه حاجه، او ما حصلش على يعني راي سديد، لانه ما حكاش كل تفاصيل الموضوع. انت مع فكره الفضفضه ولا لا؟ أنا ضدها بشراسة وبقوة بكل المستويات، مش بس على السوشيال ميديا، الفضفضة بشكل عام بكل المستويات. إلا إذا كانت بسبب مشكلة ما لمتخصص. يعني تروح لمتخصص، ودي في أضيق الحدود بالمناسبة. لأني أنا أشكك في أغلب المتخصصين. لازم يكون متخصص أهل للثقة، وكمان متدخل في أمر في غاية الحساسية. يعني دول بنسمع توت عن اللايف كوتش وعن مين دول بالضبط؟ انت لو رحتي لحد مش متخصص او مش اهل للثقة او مش مسؤول عن كل الامانة اللي انت بتحطيها بين ايده، حضرتك رحتي في كارثة. غير ناهيكي ان العلاقات الانسانية علاقات مقدسة. يعني حتى علاقة الصديق بالصديقة علاقة مقدسة. الصديق بالصديق علاقة مقدسة. مش بس العلاقات الزوجية أو الأسرية. ده بقى أنت حضرتك هتروحي لشكل من أشكال التطرف بقى. لو إحنا قلنا العلاقة الزوجية مقدسة أكتر من أي علاقة تانية. العلاقة الزوجية فيها سر زوجي، سر كوني، سر إلهي. يعني أنت شريكة في جريمة إذا طلعتي أو أفصحتي عن حياتك الخاصة. ليه؟ لأن في طرف آخر شريكك في كل تفصيلة بالمناسبة. بتطلع انت كده الأسرار. قد طريها بسيطة. أنا والله جوزي بيزعل من كذا. أنت كده أفصحتي عن سره. هو مش من حقك. مش من حقي أن أنا أتعامل في حياة آخر المفروض أن أنا أكون أمين عليه من غير دراية ليه أو من غير علمه. ناهيكي أن استغلال المجتمع أو المحيط اللي بيتم فيه الفضفضة استغلال رذيل. هو منبع للرذائل بالمناسبة. التحرش الجنسي والعلاقات الغير مشروعة خارج النطاق الزواج أو العلاقات المحرمة بتأتي من الفضفضة. مين اللي يقدر يحكم مين اللي بيسمع؟ تقصدي مثلا ان واحدة بتفضفض لواحدة صاحبتها عن مشاكل بيتها او جوزها، قالت فيبدأ من هنا نخش في قصة تانية. بالظبط. قالت لحد اصطاد ده دخلها من الضعف. حضرتك احنا بشر، احنا انسان، ما احناش
آلهة. صحيح. ما احناش منزلين ولا أنبياء. لما أنا أطلع طرف ما عن كل ثغراتي أو كل سقطاتي أو كل نقاط ضعفي، إيه اللي يضمن لي أن الطرف التاني دوت مش مستغل لنقاط ضعفي؟ مش هيقدر يلعب عليها. صحيح. مش هيقدر يدخل لي منها ويبوظ لي علاقتي الزوجية اللي كانت مشكلة فيها قد كده. أيوه. هتبقى قد كده لأني عندي عوض.